صار لها عندي سنتين ونص وعانيت منها هيك من شغلي ما تمسك معي أجر. عالجتها كثير ما مشي الحال معي أنا بالنسبة إلي كمزارع يعني، ومع العلم أنه كل عمري أنا مربي بقر وهيك يا أخي. قالوا لنا في دعم من منظمين مثلا للحيوانات للي عنده بقر، سجلت اسمي والله بعد فترة قلنا نجيين أبونا على علف أخيه وصاروا يشرفوا علي يعني ما يجوا مثلا كل يوم بعد يوم كل ثلاثة أيام يوم الثالث يجوا يومين يوم الثالث يجوا لعنا يعالجونا اللي ما كانت عم تمسك يعني بالنسبة للعشر عالجوا لي إياها أخيه مرة مرتين والحمد لله مشي الحال وعلى الشريط والحمد لله لا أشهر.